بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. تابعونا يا جماعة على اليوتيوب والفيسبوك وأصل الريف المصري 1 و2 و3 على اليوتيوب وكواي والتيك توك. هنعرف النهاردة التفاصيل وإيه اللي تم وإيه اللي حصل مع الراجل المحترم ده. ازيك يا حاج؟ ممكن تعرف المشاهدين كده باسم حضرتك الأول كده؟ أحمد عاشور يابا من سهران. أهلاً. تبع الدهلية؟ تبع الدهلية من سهران. اللهم صل. إيه اللي حصل مع حضرتك بقى وإيه اللي تم معاك لحد الآن؟ نصب عليا في 18 عيلة ابن الحرام. أنا مدير عام الشركة واسمه أبو عزيز. اسمه يا حاج بقى؟ اسمه محمد. اسمه محمد إيه؟ محمد رشاد إيه والنبي؟ حياة النبي ما فيش. محمد رشاد السوق. محمد رشاد السوق. معاك صورة له؟ ما معيش صورة. معاك صورة له؟ طب شكله يا حاج وصف كده الناس كده شكله كده عشان برضه الناس تبقى تاخد بالها. ها؟ طب شكله ايه؟ وصف شكله كده. قصير كده واصلع من قدام. اصلع من قدام. طب ايه اللي حصل بقى وايه اللي تم معاكم في الموضوع ده؟ قال لنا اشترى منا البهايم من سوق مدغم وقال لنا الفلوس هروح اجيبها لكم من البنك. ايه؟ بنك اجا. قعدنا في بنك اي 3 ساعات وسابنا ومشي. وسرق منا حاجة 3 بهايم. وسرق منا. خد كل حد البيت ولا عملتوا ايه؟ احكي اللي حصل. اخس عليك. خدتوا الشقة؟ دخلنا الشقة وما اداناش حاجة. قالنا تعالوا بنك اي وما اداناش حاجة. خلينا في الفرقة. يعني دخلتوا البيت عنده في الشقة؟ طب رحتوا البيت عنده في البيت؟ رحتوا البلد ولا ما رحتوش البلد؟ رحنا البلد عنده يعني. قول بقى يا غالي احكي الحكاية كده. انا لميت له 25 عجل. لميت له 25 عجل. جاموس. و 25 بقر. 26 بقر. يا نهار ابيض. فقال لي الدنيا هناك المزرعه. طب انت تعرفه منين ولا ما اعرفوش؟ وانا نازل نازل لك السوق. ميت غمر نازل الصبحيه. قال لي ايه؟ انا عايز 25 و25 بقر. فروحت المزرعه فضحك علي. قال لي الباقي في المزرعه. يعني هو دفع فلوس وقال لك الباقي تعالى خده في المزرعه. أيوه. وبعدين اللي تم بقى ايه معاك؟ واللي تم ضحك عليه. رحت معاه؟ ما رحتش معاه. قال لي انا جاي لك السوق اللي بعد. بطفش مالك انا هون. يعني انت من ضمن الناس اللي اتنصب عليها برضه؟ من الناس ده 50 واحد هنا اتنصب عليه. يا نهار. واسمه ايه؟ المستريح. اسمه ايه؟ هو اسمه ما قال لي احنا لنا اسم المستريح. فكل عوض علينا ربنا. طب انت اول واحد ولا يعني ما تعرفش؟ انا ما اعرفش. ما تواصلتش مع اي حد من الناس اللي اتنصب عليها برضو تدوروا عليه؟ طب بلغت الحكومه؟ بلغت الحكومه. ما عملوش حاجه معايا. حطهم في شقه وراح يجيب لهم فطار ما رجعش. فطار يا باشا. حطهم في شقه وراح يجيب لهم فطار ما رجعش. طب وعرف يخرجوا من الشقه دي ازاي؟ صارهم. ما هي مش بتاعته. هي شقته. مش شقته. يعني ده ولد من ضمن المتنصب على دخل كله وعربيات من غير نمر والدنيا خربانه. يعني عربيات من غير نمر ومن غير اي حاجه خالص وربه ومشي وامنوا على كده. بس مكاسب كانت موت. يعني واخد المعلم عزت عبد الله له 20,000 فلوس. الفلوس اللي منصوب عليها دي مكاسب كانت موت. حصل برضه انت من ضمن الناس برضه اللي اتنصب على حد. بقول لك كانت موت. معطى زياده. زياده. يا نهار ابيض. وبيع طمع. طمع. العجل فيها 2000 جنيه. طمعوا علينا الصاد. هم مسيروا كده. لازم. انت هتنزلوا على الدنيا بحالها هتسمعكم. انت الراجل بتاع ده تسمع عليه. يعني انت عارفين شكل عارفه شكله يا حاجه؟ لا لو اعرف شكله كنت جبته. واسمه ايه؟ بقول لك المستريح. هو السريح. اسمه المستريح. المستريح. اسمه محمد. ولا انا واحد ما اعرفوش. بقول له هات علبه السجاير اديله. لا لو اخد حاجه هوديه. هو اسمه الشورى مستريح والاسم هم بقى طمعوا. غالي النصاب ابن النصابين. يعني يا عم الحاج ما تواصلتش مع اي حد من المتنصب عليه؟ مش نصاب. راحوا الاهل قالوا له شيخ النصابين وعليه 5 مليون جنيه وما حدش هيجي لنا هنا. عليه 5 مليون جنيه. هنا هنطلع دلوقتي. ب 325 جنيه. اللي هنطلع. يعني انتوا عارفين بيته وعارفين في اي حته؟ اهله قالوا ما حدش يجي هنا عشان اللي هيجي هنا هنطلع دلقهم. طب ازاي خرجتوا من الشقه؟ خرجتوا من الشقه الحريم هاجت عليكم فعلا؟ ما فيش حاجه. ده شقه فاضيه. شقه فاضيه. بتاعته ولا بتاع حد تاني؟ هي بتاع ساكوني. بتاع اخوه. يا عم فيها ساكوني مش بتاع حد. بتاع اخوه الشقه دي؟ معرفش ماليش انا العب الفلوس ده اصلا. انت ما تنصبش عليك انت غلبان. هو
كويس ان ربنا نجاك. جايب لهم فطار ما فطروش. الراجل ده اللي اتنصب عليه في 20 ما فطروش. ما فطروش. لا. طب ازاي يعني؟ عربيات من غير نمر. عربيات من غير نمر. عربيات من غير نمر؟ اه. هو اللي كان جايب النمر. هو الراجل ده بقى اسمه ده وخد من ده وقال له معايا يباع وجه. اصل الريف المصري يا باشا، اصل الريف المصري معانا، بس هو مش عاوز يظهر الراجل ده. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. يعني انت يعني حاجه، يعني حاجه عرفتوا منطقته وعارفين بيته وعارفين كل حاجه ومش عارفين تاخدوا منه ولا يروح هناك يضرب بنا. قال لك نصاب ونصاب. طب بتناشد المسؤولين يعملوا ايه معاك؟ المسؤولين يا عم ارحمنا بالمسؤولين. لا لا ما فيش مسؤولين، مسؤولين ما حدش يعمل لك حاجه. لا خلاص بقى هو اتنصب عليك. ربنا يعوض عليك بجد. يعني طريقه نصب رهيبه. ده مش اول ناس انتوا بقى، ده ولا اخر ناس. ده السوق بحاله ده. طب ما فيش حد. طب ما توصفنا يا باشا، اوصف كده شكله بعد اذن حضرتك. هو شكله راجل كده فالوش الاسمر، راجل لافف عمه والشال، الراجل من اللي يشوف يقول لك نازل يشتري السوق بحاله. اه نصب على السوق، خد السوق وطلع. ولا جربوش تاني. يا نهار ابيض، يعني ضحك عليكم كلكم لفكم. وطبعا العجل زاد 1000 جنيه و2000 جنيه. اهو اللي كان بياكل اهو. اه ايوه يا معلم، شغله طمع. فالطمع اداكم في ده، ودا لبسكم في الحيطه من الاخر كده، صح كده؟ لا العجول دي شامي. شامي من اعلى مال باي. هو يا ابني كده اهو. مفيش منهم في السوق. عليك في باي ما كاستاه. عليك بدل ما عجل ينحل. معاك 45 عجل. صور صور.